أبي كان نازر نزهة، ايوه كان عنده نعجة أعزكم الله، قال لي إن دي اللي هتجيبه هيعمل منها نذر، لو طيب كان خروف هينذر لله، لو كانت نعجة هيبيعها. مع الأيام النعجة دي كبرت وما بقت كل ما تخلف يعني يموت الخروف ابنها يعني، فراح أبي باعها وحطها في مشروع علشان يكسب، وبعدين قال ينزل منها من مكسبها ده، طيب والمشروع باظ. خلاص لا اسمع عليه، ليس عليكم مشكلة، كده النذر انتهى. ليس عليكم إشكال، خلاص ليس عليكم شيء.